مساعٍ حكومية جديدة لمرتنة الوظائف أعلنت عنها الحكومة عبر إجراءات جديدة كشف عنها وزير التشغيل والشباب والرياضة، الذي قدم لمجلس الوزراء في آخر اجتماع له بياناً مشتركاً مع وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. ولذلك لا بد أن نحمي اليد العاملة المحلية. إذا هذا السوق اللي قال له، هذا القطاع اللي قال له القطاع الغير مصنف، فيه يوصل منه في الحقيقة في اون ديزرت، ولا بد من حد ينظمه. إذا السلطات قالت لنا مولينا لا بد من بالتنسيق مع جميع الجهات نخرسوا كان نظم السوق فيها، كنا نحمو اللي قالوا اليد العاملة الموريتانية بدون أننا نمس من كرامة من هنا الجانب. كيف قلت لكم هذا ما هو مستهدف، لأنه توف هذا منظومة لا هي لا هي لا هي لا يخلق فيها تحيين ولا هي ولا بد من نطبقوا القانون. ويتزامن إعلان وزير التشغيل عن مساعيه لتحيين نظام رخص التشغيل وتنظيم القطاع غير المصنف، يتزامن كل ذلك مع فصل شركة التعدين أمس أم العمالة في استخراج النحاس لعشرات العمال بشكل وصفوه بالتعسفي والمخالف للقانون. هذا هو جماعة من العمال، تم فصلنا فصل تعسفي، ما هو ماشي لأي معيار قانوني يسوى وشنو، وهذا الفصل احنا مندين به وطالبين من رئاسة الجمهورية تمثل الشخص محمد بن الشيخ القزواني انه ينصبنا اللي هو برنامجه الانتخابي تعهداتي. اول شيء كان من 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 من, من, من نقاطه اللي قال له محاربة البطالة، وهذا يواجع ما وراءه ودسوه تحت الأقدام. وكانت الحكومة الموريتانية السابقة قد بدأت إجراءات لتشجيع الشباب على ولوج قطاع الصيد التقليدي عبر فتح معهد خاص بالتكوين ضمن خطة لمرتنة الوظائف، غير أنها خطط غالبا لا يكتب لها النجاح في ظل ما يصفه مراقبون بالفساد داخل هذه القطاعات وتركيز فترات الحملات المشابهة على مواسم سياسية في أغلبها تفتقد للتخطيط والبعد الاستراتيجي، بالإضافة إلى ضعف الترسانة القانونية وغياب تطبيقها.